نتأمل هذه الأرقام الصحيحة والمؤكدة 100% والتي تشهد على أن القرآن فيه إعجاز عددي مبهر، ولا يمكن لإنسان أن ينكر هذا النوع من الإعجاز. أولا أيها الأحبة، نحن نعلم أن السنة عبارة عن 365 يوم تقريبا. لو فتحنا القرآن وبحثنا عن كلمة يوم بالمفرد، يعني كلمة يوم، اليوم، يوما، نجد أنها ذكرت 365 مرة بالضبط بعدد أيام السنة. السنة أيها الأحبة تتألف من 12 شهرا. عندما نبحث عن كلمة شهر بالمفرد، يعني شهر، الشهر، شهرا بصيغة المفرد، نجد أن القرآن ذكر الشهر 12 مرة بعدد أشهر السنة. سبحان الله، والله لا يمكن للمصادفة أن تصنع ذلك أيها الأحبة. القمر يدور حول الأرض دورة كل 27 يوما تقريبا، دورة حقيقية. لو فتحنا القرآن وبحثنا عن كلمة قمر والقمر في القرآن، نجد أنها ذكرت 27 مرة بالضبط بعدد أيام القمر. والعجيب أيها الأحبة أن كلمة أيام بالجمع ذكرت في القرآن 27 مرة بعدد أيام القمر. سبحان الله، من يستطيع أن يقول إن هذه مصادفة؟ دعونا نتابع. الملائكة، كلمة الملائكة بجميع مشتقاتها ذكرت في القرآن 88 مرة، والبرنامج موجود لمن أحب أن يتأكد. الشياطين بجميع مشتقاتها ذكرت 88 مرة. سبحان الله، ما هذا التوافق؟ يعني إنه يشهد على أنه لا مصادفة في القرآن، إنما إعجاز وإحكام. كلمة الدنيا ذكرت أيها الأحبة 115 مرة. كلمة الآخرة ذكرت 115 مرة في القرآن. توازن، وكأن الله يريد أن يقول لك ينبغي أن تحدث توازنا بين الدنيا والآخرة، فلا تجعل هذه الدنيا تطغى على الآخرة. كلمة رجل منفردة ذكرت في القرآن كله 24 مرة. كلمة امرأة منفردة ذكرت 24 مرة أيضا. سبحان الله، هذا من عدل الله بين الرجل والمرأة. طبعا لدينا كثير من الكلمات أيها الأحبة، نذكر هنا فقط القليل. يعني مثلا النفع ومشتقاته في القرآن، مثل منافع، نفعا، ينفع إلى آخره، ذكر 50 مرة. والفساد ومشتقاته، مثل يفسدون، يفسد، المفسدين إلى آخره، ذكر 50 مرة أيضا، نفس العدد. سبحان الله، حتى في الطبيعة نجد أشياء مذهلة تتفق مع القرآن. يعني نحن نعلم أن النحل له ميزة أن عدد الكروموزومات أو الصبغيات في خلايا النحل هو 16، في الذكر 16 كروموزوم، وفي الأنثى 16 زوج من الكروموزومات. إذا ذهبنا إلى القرآن وفتحنا على السورة رقم 16 نجدها سورة النحل. سبحان الله، هذا توافق عجيب جدا. عندما ننزل إلى مركز الأرض ماذا نجد؟ نجد عنصر الحديد. نواة الأرض، هذه النواة تتألف في معظمها من عنصر الحديد. إذا عنصر الحديد يتركز في مركز الأرض. طيب ماذا عن مركز القرآن؟ نحن لدينا في القرآن 114 سورة. المركز 114 تقسيم 2 في منتصف عدد السور يعطينا 57. السورة رقم 57 هذه السورة المركزية هي سورة الحديد. سبحان الله، يعني هذا الشيء لا يمكن أن يكون بالمصادفة. حتى لو ذهبنا إلى السماوات، عدد السماوات 7 أيها الأحبة،
وارتبط ذكر الرقم 7 بالسماوات في القرآن 7 مرات، سبحان الله. فعبارة 7 سماوات تكررت 5 مرات، وعبارة السماوات 7 تكررت 2 مرات، المجموع 7 بعدد السماوات 7، سبحان الله. نحن عندما نذهب للكعبة المشرفة التي هي قبلة المسلمين نطوف حول القبلة 7 أشواط، وعندما نذهب إلى القرآن ونبحث عن كلمة قبلة مع مشتقاتها نجد أنها ذكرت بالضبط 7 مرات بعدد مرات الطواف، سبحان الله. خلق الإنسان جاء على 7 مراحل: التراب، النطفة، العلقة، المضغة، العظام، اللحم، الخلق الآخر. 7 مراحل لخلق الإنسان. دققوا معي أيها الأحبة، عبارة خلق الإنسان تكررت 3 مرات، وعبارة خلق الإنسان 4، المجموع 7. إذن خلق الإنسان ذكر في القرآن 7 مرات بعدد مراحل الخلق. حتى إن عبارة بني آدم ذكرت أيضا 7 مرات، سبحان الله، بعدد مراحل خلق الإنسان. ألوان الطيف الضوئي كم؟ 7، معروف هذا، تبدأ من الأحمر وتنتهي بالبنفسجي. كلمة ألوان في القرآن ذكرت 7 مرات بعدد ألوان الطيف الضوئي، سبحان الله. حتى على مستوى الأنبياء هناك توازن عجيب في القرآن، سأذكر لكم مثال واحد. هناك نبيين كريمين هما عيسى وآدم عليهما السلام، نفخ الله فيهما من روحه. عيسى نفخ الله فيه من روحه، وآدم نفخ الله فيه من روحه. لو بحثنا عن اسم عيسى في القرآن نجد 25 مرة، ولو بحثنا عن اسم آدم في القرآن نجد 25 مرة، تماثل، سبحان الله. هذا التماثل أيضا أشار له القرآن في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، سبحان الله. يعني والله إن الإنسان لا يخشع أمام هذه الحقائق التي لا يمكن أبدا أن تكون عن طريق المصادفة. كرتنا الأرضية أيها الأحبة معظمها ماء، بحر. يعني النسبة العالمية المتعارف عليها أن البحر يشكل من 71 إلى 72% من مساحة الأرض. اليابسة أو البر تشكل من 28 إلى 29%، هذه أرقام عالمية طبعا. الآن ماذا عن نسبة البر والبحر في القرآن؟ هل يمكن أن نجد هذه النسبة؟ البحر منفردا ذكر في القرآن 33 مرة، والبر واليابسة ذكرت 13 مرة، البر 12 مرة، وكلمة يبسا ذكرت 1 مرة فقط، المجموع 13. أصبح لدينا البحر 33، والبر مع اليابسة 13، المجموع 46. هذه نسبة 100%. طيب كم تبلغ نسبة البر ونسبة البحر من هذه 46؟ ببساطة نقسم 33 عدد مرات البحر في القرآن على النسبة الكلية 46، ينتج 71.7 نسبة البحر في القرآن طبعا، 71.7. النسبة العالمية هي بين 71 إلى 72، سبحان الله. الآن نسبة البر واليابسة كم؟ نقسم عدد مرات البر واليابسة وهو 13 على النسبة الكلية 46. 13 تقسيم 46 يعطينا بالضبط 28.3. النسبة العالمية هي من 28 إلى 29، يعني هناك مراجع تعتبر نسبة البر أو اليابسة 28 ومراجع تعتبرها 29. القرآن الكريم النسبة فيه 28.3. والله أيها الأحبة
لا يمكن لإنسان عاقل أن يصدق أن كل هذه التوافقات جاءت عن طريق المصادفة، إنها جاءت بعلم الله تعالى، تدل على أن كل كلمة في القرآن وضعت بعلم الله الذي قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيداً.